بين الجيش الليبي بمساندة مدنيين وبين عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ومجلس شورى ثوار بنغازي، مما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي. وأضافت المصادر أن الاشتباكات تدور في منطقة بوهديما في بنغازي الواقعة شرقي البلاد بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة، في الوقت الذي تقوم طائرات الجيش الليبي بقصف مواقع المسلحين. وأشارت المصادر إلى أن المعارك مستمرة منذ الجمعة، حيث استهدفت الجماعات المتشددة في بوهديما بعدد من القذائف بعد فشلها في اقتحام مقر الشرطة العسكرية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 23 شخصا بجروح. وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول بنغازي لمجلس شورى ثوار بنغازي من ميناء مصرافة إلى ميناء مريسة في مدينة بنغازي. وأثناء الجيش الليبي دمر تاركا محمل أسلحة وذخائر للميليشيات على شواطئ المدينة قبل أيام. قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تبنيها القانون. ومن المقرر أن يتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة الخارجية.